اوكي وتكون متضايق وتكون متضايق ما بسمع اغاني مش ما بسمع وتكون متضايق يعني فترة المضايقة أو اللي بكون متضايق فيها بتقطع كتير بسرعة يعني ما بحب تقطع إنه بكون متضايق أو معصب من شغلة هيك تقطع مرور كتير عم دايما بقعد بيني وبين نفسي بشوف شو السبب بتدرس الموضوع طبعا شو السبب اللي ضايقني شو لأن أنا برأيي وقت تعرف الأسباب اللي خلت هالشعور عندك وقت تفهم حالك مظبوط بتغلب على بتغلب على ما بقعد في شيء مع الوقت بس أوقات الواحد بيتضايق نفسيا بدون ما يعرف شو السبب ما في سبب هيك فجأة ما في شيء بلا سبب في سبب اذا بتركز مظبوط بيطلع في سبب ما هي هوايتك المفضله غير الرسم والخواطر اف ترسم ترسم وخواطر كمان خواطر هذا صار لي زمان بس كنت اكتب حلو شو هي هوايتك غير الرسم والخواطر سبور رياضه حلو شو لونك المفضل موف واسود اكيد بس وابيض بس هو شارلوت دولي وصلنا لك ربنا يشفيك وديع يا ربي بليز دير بالك على حالك وخد دواء ومشان تشفى انا بدي اسال وديع اي متى رح نرجع نشوفك تاني على التي في مصري كمان هلا بكليب بكليب مضبوط لك انا بكليب اليوم 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 بلش تشوف امبارح بلش واليوم إذا حطوها على اليوتيوب ترقوني إياها ليش ولا مرة حاولت إنك تنزل شي نموذج من أعمالك بإيطاليا في صفحة الفانز تبعك كرمال كل الفانز ياخدوا فكرة عن شغلك ويستمعوا بصوتك وموهبتك ويا ترى لو حابين نجيب سي دي لأعمالك وين منلاقيه خبر عاجل ما في سي دي وبالنسبة هلا كمان ذكرت شغلة وقت كان عم تقلي الأعمال اللي ما بتتصور لأن هونيك برا كتير عندهم قصة الاحترام الـ 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 الايديا تبعيتهم او كثير صعب انه تصور شيء وتحطه يعني ممكن يلحقوك قانونيا حقوق الملكيه عنده كثير مثل عندنا اكزاكتلي سو ما في هيك صور وحط بس انه بس من اللي عملته ما في قطش نحطها مثلا ممكن لا ما في بركب بكره بالتمارين ممكن او انت بتغني له شغلي بتصورها شو رد فعلك لما تشوف فانز زعلانين ليش بده يزعلوا مثلا اذا شوف رد فعلك تأثر معهم انه اكيد بس بدي اعرف ليش زعلانين زعلانين لانه مش عم يسمعوك ولا عم يشوفوك ولا هيدا ياخذوا بريك شوي يلا هلا حتشغلوا كلهم امتى بتسامح وهل بتسامح؟ دايما بتسامح حلو دايما ما في شيء بي ساره كمال بتعرفها؟ من الفانز ايه بتقول لك وديع كمان الله يشفيك ويبعد عنك المرض ويبعد عنك زكريا فحا لا شو هاي وشكرا استاذ زكريا على تعبك هالفكره الحلوه انا عندي اربع اسئله شو هي السعاده الحقيقيه بالنسبه لك سالنيها لما بتكون متضايق كمان سالني مسروقين هول الاسئله يا ساره شو هي هوايتك المفضله غير كمان مسروقه شو لونك المفضل كمان بدي ساره هي ايه ماخذته من حدا ساره ساره جاوب عليهم بوليك اساسا ريم العراق رحيل العراق السؤال الأول بالموسم الرابع شفنا اهتمام شازا حسون بالأستاذ وديع وتذكرنا بعيد الحب لما اهدتك وردة وصارت تبكي هل كان في شيء بينك وبين شازا؟ كيف حلو السؤال أنا بجاوب عن حالي أنا اللي كان بينه وبين شازا علاقة أستاذ ما بحب أقول أستاذ بالميزه لا شخصين بيحترموا بعض وكنا على نطاق بروفيشنال يعني على نطاق فني تعاون فني السؤال الثاني هل أنت على اتصال دائم مع الفنانة شازا حسون؟ بشوفها دائما شفتها آخر مرة بعرس الشارع وثالثا من جمهور الفنانة شازا شكرا على كلامك الجميل وشهادتك الرائعة عما كأنه سمعتك مني لا مرة أخذوا مني بالفانز أخذوا مني حديث وعم بقوله هل زلت أستاذ تمارين الفنانة أليسا وهبة كاتبين طواهجي بس بصلح لي إياها طواهجي بعدك أستاذ أليسا مع هبة أكيد وفنانين تانيين ما خولة ويديا صح انا بتمنى وديع يكون بصحه جيده هل انت مرتبط بصحه جدا جيده الحمد لله هل انت مرتبط بتعيش قصه حب
بدك تنتبه مرتبط شيء وبعيش قصة انه مرتبط يعني مكتوب هل انت مرتبط؟ هل انت تعيش قصة حب؟ ايه قالك طبعا في فرق بين اثنين ايه مع تنهيدي الله يستر مين؟ طبعا اذا لبالي الله يسترها انت سافر على ايطاليا جمعة بعد 10 أيام كمان شنيك قبل ما تسافر هون ما هي المدة اللي تحسها تقضيع هونيك قديش حتى تكون هلا ما كثير شي 3 جمعة اوكي جمعتين ثلاثة شو نوع العطر كمان كيف تكون شعر اللي بتشوف الفانز اوفياء لك شو هذا العكس السؤال انه تشوف الزعلانين بتشوف الاوفياء ومبسوطين الفانز شو شعوره؟ شو شعورك؟ بشو؟ انه تشوف الفانس عكس هذيك صار انه تشوف جمهورك مبسوط واوفي لك بحبوك بجنون في احلى من هيك شيء صوفيا صوفيا علامي رجعت وديع الله يشفيك سؤال هل ممكن تسامح اشخاص بحبوك ارتكبوا حماقات؟ سنة هون في المكسيكي اذا شو اسمها صوفيا؟ ايه صوفيا صوفيا اذا حدا بحب ما بيرتكب حماقات وإذا الشخص بيلاقي إنه هالشغلة حماقة يعني هو كمان ما بيحب الشخص الثاني ما في حماقات بالحب تنزعج من المعجبات اللي بيراسلوك على طول؟ لا بس بنزعج إنه ما بقدر ما عندي الوقت ترد لأن اسم الله عليكم إيمان السلام عليكم أنا أريد أن أقول بأننا نحبك كثيرا في المغرب يا أستاذ زكريا فحاق افتكرت بس بكمل لو تفضلت بلغ الأستاذ وديا بأننا نحبه هو أيضا ونتمنى أن يكون في الموسم الثامن للسار أكاديمي ونتمنى له الشفاء العاجل Thank you. Merci. شو ميرسي عم تقول نتمنى نشوفك بالموسم عم تتمنى هي إن شاء الله تالين وختامة مسك مع الأربعين سؤال أربعين سؤال اخترنا من كثير أسئلة وديع نتمنى نشوفك الموسم الجاي أسئلتي هي أغرب أو أطرف موقف حصل لك مع الفانز مع فانز أغرب وأطرف ما عم بتذكر هلأ شيء أغرب شو واحد طلقتك تليفون هيك شي كلمة مثلا صدمتك مثلا لا عجد ما مش حبيبك حبك وديع ما مذكر شي طيب بس كل الفانز بوجهن وتحية من خلال الموقع وبقول لهم انه انا كثير بحبهم سوري ما عندي وقت كثير لأتواصل معكم شو اسمه الموقع مذكر؟ سيدتي وخبر عاجل خبر عاجل لا هيدا لخبر عاجل هيدا لخبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل حكون في معنا مقطع لسيدتي بس الله عليك ما عم لحق عليك Thank you لك وديع أنا بدي أشكرك كتير أخذت من وقتك Thank you لك وأنا بالختام عندي هيك شغلة بدي أقولة أنه أنت إنسان عندك طفل صغير جوا بقلبك جدي بشوفك بالبرنامج بس بنفس الوقت